الو 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 بالليل قاعد ببص سمعت صوت ايه دب جامد قوي، ما بقتش عارف اجرى اروح فين ولا اجي فين، اتسمرت مطرحي. وبعدين بفتح الشباك ده ببص لقيت البيت دوت راح نازل على جزئين، مره ومره تاني راح نازل، واخد بالك؟ ببص لقيت ايه، مش شفناش حاجه، العتمه بطريقه مش معقوله. طلعوا طبعا الاهالي واحنا نزلنا كلنا ندور على البيت وامها مش لاقيينهم. بنت عندها حوالي 40 سنة وامها وبنتها عندها يجي حوالي 12 سنة. جم بتوع الانقاذ فحتوا 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 مش لاقيينها، والاخر قلت لهم فوق هنا، كانوا بيناموا فوق هنا وفي الاوضة المفضي، وراحوا فضلوا يفحتوا 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 وطلعوهم الاتنين ميتين، راحوا حاطينهم عشان الناس ما تصوتش وبتاع، قالوا ايه صحيين صحيين، وهم انا عارف انهم ميتين. منظر بصراحة ربنا، يعني ربنا لا يوريها لحد. البيت ده واقع الساعة كام؟ وانت عرفت الخبر ازاي؟ الساعة 9 ونص جالي تليفون صاحب القهوة اللي ورا، اتصل بي قال لي البيت بتاعك وقع، جيت على من وشي طلع لهم من تحت الانقاض. يعني زي زنزان اللي جريد هنا البيت ده وقع، قال لك في اتنين تحت الانقاض ونفس الكلام كان حواري كده واتنين منهم بنت وامه. بص يا لو كانت دخلت على الخلف ده عم صفر ده صفر، يعني التلفزيون ما جرالوش حاجة وفاهم قصدي؟ ها البيت دلوقتي ربع بيت واقف على الهوا، فاحنا طفشانين من بيوتنا، نمنا امبارح في عند الجيران والنهارده مش عارفين هنروح فين، وربع بيت واقف كده على الهوا، هنروح فين دلوقتي احنا ازاي؟ لقينا عفار جامد قوي، خرجنا جري، العيال خرجت جري، بس سمعنا صويت وبتاع، قالوا فين اتنين ماتوا. شايف مين المتسبب او ايه اللي بيحصل هنا في المنطقه؟ مفيش جديد، مفيش حاجه بتتجدد، البيت اللي بيقع السلمه ما بتصلحش. ايه اللي يخلي ناس زي كده تقف في بيت منهار؟ ما معناش فلوس اروح فين؟ I'm not good man.